We're here in the Ghassr al-Hakim neighborhood north of Gaza that was on the receiving end of intense Israeli bombardment on Monday night. But beyond the rubble, beyond the conflict, beyond the rhetoric, lie extraordinary human stories of broken dreams, lost hope, but also a lot of resilience. ضرب الموقع كنت عندنا سايبي اتصلت فيه الحجة وأختنا اللي أختنا ساكنة اتصلت فيها قالت لي تعال يا وليدي احنا بالشارع وامي بالشارع وبنجي قاعدين بالشارع بنكسفوا ايش لا من الداخل يا جميل الفرحة يعني انكسرت خلاص أهم حاجة عندي أختي وأولادي إن هم صاروا بالشارع يعني مش لازم أنا بتجوز سنة سنتين ثلاثة أنا بدي أختي ترجع على بيتها أولادها بالمدارس بدنا نعيش زي أي حد يعني إحنا بدناش حروب تمام الحروب زي ما أنت شايف دمار إحنا بدنا سلام بدنا سلام بدنا نعيش